اهلا بيكو في يوميات حمدي وفاء او في قناه ريمو بربري او في عائله احمد حسن وزينب. ليه بتقارننا بالناس التانية؟ عشان ما عنديش ريفرنس، يعني ما عندي، مش عارف المفروض نعمل ايه او نقول ايه، فهقلد احد وخلاص. مش واخد بالك ان كل حاجه اتريقت عليها بقيت فيها؟ ايوه، اتريق كل حاجه، بقيت كرنج، بقيت كل حاجه. اتريق عليا، اتريق عليا. ايوه خطبتني. المهم ان انا فكرت في الموضوع ده، لقيت ان هو ممكن يكون قانون الجذب العكسي، اللي هو عكس قانون الجذب بتاع كتاب ذا سيكريت، اللي هو الحاجه لما تبعدها عنك او تبعدها عن تفكيرك بتجيلك. اي لو انت شايف ان دي حاجه حلوه، يعني انت كنت شايف ان الحاجات اللي اتريق عليها دي حاجه حلوه؟ بصي بصراحه، اه يعني انا مفيش حاجه اتريقت عليها بكرهها. انت فاكره ان انت بتكره الحاجات دي بجد؟ جزء مني بس مش بكرهها، اللي هو غل يعني، فاهمه؟ كنت بتريق مثلا على فود بلوجرز، بقيت فود بلوجر، بس يعني مش بكره الفود بلوجرز. اي فاهمه؟ انت كنت بتريق على كابلز، يعني مين كان يتخيل ان انت تخطب؟ يعني مش عارف، مفيش حد مصدق. يعني انت كنت على طول بتتكلم ان انت بتعرفش اصلا تتكلم مع بنات. ايوه انا حاسس ان انا مازلت مش عارف. حاسس مش عارف اتكلم معاك دلوقتي. هو الصراحه ما كانش عارف اتكلم معايا، ريقت عليا، جبتني بالطريقه دي. ده اللي انا بقف اعمله. انا بحب الروستنج عامه. الناس فعلا مش مصدقه. ولا يعني انا ولا انت ولا انت ولا انا مصدق. رأيك في الأغنية اللي عملتها لك؟ دي بقى أكتر حاجة كرينج في الحياة. ما أنت اتريقت على الحوار. كنت محرج. ما أنت اتريقت، فكان لازم أعملها. اتريقت على إيه؟ على الناس البنات اللي بتغني لجوزها في الحوار. فلازم تعمليها صح؟ لازم أعملها. أنا الفترة الجاية بقى هبتدي أتريق على نجيب ساويرس، هبتدي أتريق على بيل جيتس. بعمل كده كتير. هبتدي أتريق على الفلوس، الناس اللي معاهم فلوس قوي بقى. هبتدي أتارجت بقى، أحط تارجتس جديدة، يمكن الموضوع يجينا. أيوه. صح؟ صح. ده قانون الجذب العكسي. قانون الجذب العكسي. بس هو عامة ده قانون الحياة، يعني هو ده مش قانون الجذب العكسي. ان انت اي حاجه تتريق عليها ربنا الدنيا كده بتلف تلف تلف وترجع لك وتتحط في نفس الموقف. يعني انت مثلا أيوة. تتكلم عن حد تقول هو ازاي عمل كده، ايوه هو مش عارف ايه، الدنيا تلف وتتحط في نفس الموقف وتعمل اوحش من هو عمله. انا عايز اقول حاجه بس قبل ما تتكلم، انا مبسوطه قوي ان انا يعني انا مش مصدقه ان انا في وضع انا شو مش بتفرج على الموضوع. المهم كنت بقول لك ايه، في فيديو كده عملته زمان كنت بتريق فيه على جروب اسمه وات تو ايت، كنت بتريق فيه على شاب اسمه رضا حبيبي. ان هو كان عم بيسال على حاجه كده غريبه، كريسبي كريمي دوناتس، بليز كم تو ايجيبت، بليز كريسبي، بليز كريسبي كريمز، بليز مان كم تو ايجيبت مان. المهم ان انا رضا ده هو صاحب جروب وات تو ايت، وهو الجروب يعني اللي ما كانش شاف الفيديو، جروب ناس فيه اغنياء بياكلوا بياكلوا حاجات غريبه، انا كنتش فاهم هم بياكلوا ايه. انا حرفيا من 3 اسابيع كنت قاعد جنب رضا ده انا وهو بناكل وبقول له إيه، بس انا كنت بقول له والله اختلي من المنيو عشان مش يعني انا ما اتغيرتش، يعني انا بقيت هناك بس انا لسه زي ما انا. لا بس لا انت لا 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 انت اتغيرت، ما تمثلش، انت اتغيرت. اتغيرت عن زمان. لا لا اتغيرت جامد. ايه بقى؟ يعني اولا بقيت شخص اكستروفيرتد اكتر، وبتتكلم وبتهزر مع الناس وكده. انا كنت على طول شايفاك ان انت شخص في اوضتك ما بتخرجش. بس انا مبسوط، يعني مبسوطه لك، فاهم قصدي؟ يعني ممكن حد يتخض من ده بس انا مبسوطه لك، المبسوطه ان انت بقيت مبسوط، يعني اخدت بالي في ناس كتير قوي مبسوطه لك. بقيت اخاف اقول مبسوط في القناه دي عشان الناس تضايق منك. اه لا بس دايما بحس ان الناس عايزاني مكتئب زيها، بحس دايما ان انا في جيمر بديسابوينت. في ناس بتكتب لك كومنت اللي هو ده وضع انا شو اتجوز، ممكن اي حاجه تحصل، ممكن اي حاجه تحصل في الدنيا. بالظبط. المفروض يحس ان هو لو انا عملت كده يبقى انت اكيد، يبقى هو اكيد ممكن يقدر يعمل اي حاجه صح؟ يعني لو خالد حسام خطب وبقى مبسوط وكده بالظبط، ده امل كبير قوي. يعني امل ده رساله لكل الجيمرز. ليه جيمر؟ هو انت كنت جيمر؟ اللي هو يعني الناس اللي هم ما بيخرجوش، الناس اللي انتروفيرتد يعني. ما عادي، ما اياد الموجي جيمر ومش انتروفيرتد. ايوه بس اياد الموجي عمره ما هيخطب، عمره ما هيرتبط على ايدي، انا هجيب له عروسه. المهم انت ايه بقى اللي كان مضايقك؟ بنت شيرت سبونج بوب. ايه اللي بعدين بقى في الحوار ده؟ وايه ما خلاص قفلنا الحوار ده، ايه السيت اب ده؟ احنا قلنا فيز جديده، مرحله جديده اللي هي ماشي تمام، مرحله جديده في حياتك الشخصيه، فهمنا ان انت مبسوط وتغيرت وكده، بس اعمل ايه دلوقتي يعني؟ ارجع البس تيشيرت سبونج بوب. ايه ماريو ده؟ فين الديسكتوب؟ انا كنت برتاح نفسيا. فين المكرونه؟ انا عايزه المكرونه. تحب ارجع طفل تاني؟ ارجع بيبي؟ تحب ارجع مراهق؟ التطور بتاعك يعني كسن يعني تقول انك كبرت بالظبط. انا كده مرتاحه نفسيا مبسوطه. تمام. انت كده ايه ده يا دي النيله؟ عايزه الديسكتوب. انت ليه فان قوي في نفسك؟ انا فين؟ جيت اوفر. جيت اوفر وات؟ جيت اوفر ان انت فان ليا. ما بلاش اتكلم احسن. الفيديو المفضل لخالد حسين. ايوه كده كده رجعت لك الحياه.
كده الدنيا لسه بخير، كده ده وضعنا، كده كل المشاكل اللي في حياتي خلصت خلاص، كده وضعنا، كده كل واحد كان عنده مشكله اتحلت. اهلا بيكم في حلقه جديده من وضعنا. شو بقى بجد يعني احنا كده بقينا وضعنا رسمي. اسمي يبقى ايه بقى؟ اسمك هيبقى مدام وضعنا. حرب وضعنا. مدام وضعنا. مدام وضعنا. مدام ساندي. يبقى اسمك ساندي عشان سبونج بوب. مدام سبونج بوب. بس انت محتاج تغير التيشيرتات. بهدلت انت كنتها كتير. كنتها عشان كده بطلت البسهم بقى. جيب تاني. النهارده احنا هنعمل ايه بقى؟ النهارده احنا هنقرا شويه كومنتس من اللي جات لنا. انا بقيت فجاه حاسه ان احنا كنزي وخطيبها ياسر وايه. ايوه تخيلش الموضوع كده يعني. ايوه حاسه انه عادي. الناس بقى تقعد تاخد لنا بقى سكرين شوتس دي ما دخلتهاش بصراحه. انا ما فهمتش، كنتش متخيل ان الموضوع يعني كده. حاسه ان احنا بقى الفتره الجايه مثلا الفتره الجايه خلاص بقى نعمل بقى فود ريفيوز. خلاص بقى فود ريفيوز بقى ويوميات. ايه ده ساعات واللي هو كل ساعه اتفرجوا عليا وانا بعمل مقلب في خالد خطيب. انا بقى لي 10 سنين بعمل كونتنت ما جبتش اللايكس دي في حياتي. مقالب بقى، تحديات، واحنا بنشطب البيت، مسلسلات، تشطيب 100,000 فيديو تشطيب بيت. احنا بعد ما نخلصه هنجيب بيت تاني نشطبه من الاول. واعمل جيتري عايزه جيت ريدي ويز مي ويز يو سكين كير وسكين كير. انا عندي سكين كير روتين خطير هعمله لكم، وهعمل عليك سكين كير. عارف الحاجات دي تعملي عليا سكين كير، ونجيب ناس تعمل عليهم سكين كير، كل حاجه، ونعمل تحديات اكل. ازاي يطلع منين ايه معانا تحدي النهارده اللي تقدر تاكله يا جدعان. انا عامه كشخص يعني مش بحب قوي اشير حاجات برايفت في حياتي. حياتي الخاصه مش بحب اشير حياتي الخاصه. بس انا الفيديو ده بصراحه انا فعلا كنت عايز اعمله، يعني كان نفسي كده ان انا يبقى في حد كده بحبه مثلا، ونلبس كده انا وهو تيشرت سبونج بوب ونطلع نسف على الناس. بس انا طبعا مش عمري ما هنبقى الكابل كونتنت التقليدي، يعني هنبقى اوسخ. انا ندمان ان انا ما عملتش فيديو بروبوزل بالحاجه دي. ايوه انا اتضايقت طول عمري بحلم ببروبوزل. انت جيت لي انا بفكر اجي اتقدم. بفكر اخطب. المهم يعني توقعت ابويا يتجوز تاني ولا انك تتجوز؟ سيم والله بصراحه انا برضو كنت عمري ما كنت اتخيل ان دي حاجه ممكن تحصل في يوم من الايام. يعني الناس كلها كده عامه حاسس ان كني مصر خدت كاس العالم مثلا. مامتك نفسها كانت متوقعه ممكن باباك يتجوز تاني. صدقني كلنا مش حاجه شاذ يا ابني. والله مره حصلت، مره اهلي قالوا لي كده بس زمان مش اي حد كده. ده الوضع بقى هاني على الاخر. انا مش فاهم بقى الحوار ده يعني. انا ما بفهموش برضه. ولا انا. في ناس بتقول ان انت بقيت هانيا، وفي ناس تقول ان انا هانيا. وفي ناس بتقول ان الوضع بقى بس هانيا. انا عجبني في حد قال سموا بنتكم هانيا، عجبني الحوار ده شويه. لا انا مش هسمي بنتي على ميمي، الموضوع اكبر من كده اعتقد. انا كده هسميها ساجي. لا هنسميها هانيا عامه عادي. يوميات احمد حسن وسام قربت ولا ايه؟ الموضوع هيبقى اوسخ عامه. ليه؟ انا حاسه ان احنا كول يعني كيوت. لا 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 انا عايز ابقى كرنج. ايوه انا عايز ابقى كرنج. انت عايز تعيش الحياه دي. انا بحب الكرنج. انا كمان. عامه انا برضو اغانيها كلها كانت اللي هو مش موضوعي، جبت اخري. دلوقتي عملت لك اغنيه اسمها انا ليك، كرنج موت. اول اغنيه حبك تبقى بموت في الكرنج عشان كرنج. اصل خلاص يعني الواحد هيفضل جامد يعني لحد امتى يعني؟ لا الحب حلو ده بجد. احنا هنخيب ولا ايه؟ احنا هنحبه كده يعني. ضعف قوي الحاجه. حب ستش قوي اللي لما راجل تبقى ساعات محتاج راجل يشكومها. ايه اللي انت عملته في نفسك ده يا خالد؟ ده انت كنت تتجوز مؤبشة دي احسن لك. مؤبشة دي بيحبك اكتر مني عامه. يعني اعتقد لو انا كنت في يوم من الايام بنت كنت ممكن افكر في مؤبشة بجد. مؤبشة دي ولا اياد ولا بيرجو؟ احمد بشر. بيرجو. لا بيرجو صعب. ليه؟ لا لا بيضحك قوي. انا استحي. ليه؟ ما انت قد اكتر واحد بيضحكك. ما الضحك مش كل حاجه. وانا بتكلم اكني في محتاج حاجات تانية. اكني بنت بجد عايزه اتحب. انا برضو مش رجل احلام. يعني انا لو هختار، لو انت كنت بنت لك حد يليق عليك. غير الكونفرزيشن دي مش مستريح. حد بقى نزل لي الفيديو ده. انا بكره الكابل، بكره العلاقات، بكره اتنين بيحبوا بعض، بكره نفسي، بكره اي حد بيتنفس. والله انا كنت كده برضو. انا كنت كده فعلا والله. يعني انا بجد بجد كنت كده. انا كنت بكره العلاقات مش انا فاكر. انا كنت بقول لك كده اصلا في الاول. فاكره كنت اقعد اقول لك انا ارتباط ايه وبتاع، انا مش دماغي الحوارات دي. لا 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 حب ايه وبتاع ايه. بس انت كنت بتعمل كده عشان انت كنت بتخبي مشاعرك. كان في حاجه بس انا كنت بنكرها. ايوه مش كان ديفنس ميكانيزم. انت ليه بتعلمنا؟ مش عارف يعني ليه مدرسه الحياه ده معناه ليه قلبت الفيديو كلها نصايح؟ وده يا جماعه يعلمكم وكده يعني. الدبله مدياني وزدك. صح انت اتغيرت. اتغيرت بجد. اتغيرت. احسن دبله مش لاقيه على التيشيرت اصلا. مش هتقلعها عامه. هقلعها. لا هقلعها. مش هتقلعها. هقلعها. لا مش هتقلعها. انت عارف ان انا من ساعه ما لبستها وانا ماشي عمال بخبط على اي حاجه. عمال اعمل كده على اي حاجه. انا عبيط. مدرس سنه. انا مدرس. لا مدرس سنه. الصوت
صوت. ده دخلنا بقى في الحوار اللي بعده وهو ان احنا النهارده هنتفرج على فيديوهات كابلز بجد زينا. هنحاول نتعلم منهم. انا طول عمري كان نفسي ابقى كابل كونت. هسيب الراب ابقى كابل كونت. انت شغلتك ايه؟ انا كابل كونت. كابل كونت كريتر. انا دايما عندي تساؤل الاكونتات بتاعت الكابل كونتنت اللي هو مثلا اكونت ريمو بربري مين اللي ماسكه؟ اكيد ريمو بربري. لا لو فركشوا هيعملوا ايه؟ مين هياخد فيهم الاكونت؟ ما نعملش الحوار ده احنا فيكس. ولما بيخش حد بيخش يكلمهم مثلا افرض انا عايز بربري لوحده اخليه فين؟ مش حاسس ان ليه اكونت. بس بيبقى في اكونتات اللي هو احمد حسن وزينب. طب ما انا افرض عايز احمد حسن لوحده في حوار اكلمه فين؟ مشكله. فاهمه؟ مشكله كبيره. اه اول حد معانا بقى حسام وانتيكا. حسام ايه؟ حسام حسام انتيكا. بس قبل ما ابتدي ديسكليمر، انتيكا من الناس المحترمه اللي قابلتها الفتره الاخيره. ما دي بقى دي سخافه بقى اللي انت بتعمله ده اسمه سخافه، ان انت بقى تنوه قبليها ويا جماعه اصل انا بتريق. انا وانا حسام شخصيه ملهاش لازمه هنسف عليها دلوقتي. ايوه كده خليك كده. بس هو راجل محترم بجد. ماشي احنا مالنا، احنا جينا نتفرج عشان التريق مش جايين عشان نقعد نحلل شخصيات البني ادمين. هو انت كويس؟ حابب تقولي ايه اللي مضايقك؟ بياكل المور. هو المهموم الموجوع بيقلب السلطه؟ مقلبها عادي. حاسس المكتئب ما بياكلش عامه. ايوه في دي كفكره اصلا. حسام ساب انتيك. ساب يارا. ده بجد؟ مفيش حب بجد. عارف الكومنتات دي؟ تعرف حسيت كده امتى؟ امتى؟ لما امير عيد طلق. مفيش حب بجد. لا لا بس لا دي بجد. لا بجد اتصدمت. لا بجد اتوجعت. هو اتطلق بجد؟ اه تقريبا. ما هو ما طلعش اكد المعلومه. بس الناس كلها بتقول ان هو اتطلق. طب لما اكد نبقى نشوف الحوار ده. جات لي اخبار انك غرقان في الافكار. بيلقحوا على بعض بالكلام؟ اه بص هتلاقي بقى الكومنتات كلها ايه؟ طب هي يارا عامله ريبوست ليه دلوقتي؟ تفتكر هما بجد فركشوا ولا هما بيعملوا كده مثلا وهيتجوزوا قريب؟ كومنتات كده بقى، واحده بتقول له اه يعني فهمنا فرح قريب. اللي هو عشان الترند وكده. اه انا شايف ان هما لا انا شايف ان هما بجد في بينهم حاجه، مش حاسس ان ده ترند عشان فرح. هيخلوها بابليك كده؟ ما كانوا يقعدوا كده زينا كده ويقولوا عارف ان الفيديوهات دي؟ لو يا جماعه احنا مش هنكمل مع بعض وكده. لا هما مش بيفسخوا عقد يعني. او في صمت. انا مش حاسه ان هم سابوا بعض. انا مش حاسس ان هم بيحوروا يعني. انت حاسس ان هم بيتكلموا بجد؟ طب نشوف على كام. اه خلاص والله هتفرج على الحلقه لما تنزل وهتجيب ريتش عادي. خلاص بقى يا عم والله هنجيب لك لايكات يا عم. بس ارجعوا لبعض. حتمتوا الفرح يعني خلاص. هو بيقول لها ايه الثقه دي؟ هو حزين بجد. بعدين انا بعرف حسام لما بيكتئب ما بيحلقش، دهانه بتطول زي كده يعني. اه بيسمع امير عيد بيقلب السلطه. يعني نفسي اعرف ايه في الطبق التاني اللي هو جوه ده الابيض. رز كويس. رز وسلطه ولا ده اكتئاب يا عم؟ وجبه المفركشين. نروح نشوف يارا بقى. يارا بتقول ايه بقى؟ تم استبدالي. تم استبدالي. تم استبدالي. تم استبعادي. خانها؟ ده اللي هنعرفه من الحلقه الجايه من حسام وانتيكا. ما اعتقدش خانها. امال ايه تم استبدالي دي؟ ما قالتش مثلا تم رمياني مثلا، مش عارف اتكلم عنها. تم تطليقي. تم طلق صراحي. مش عارف. ممكن يكون تم استبدالها من حاجه ثانيه يعني، كانت بتلعب مثلا اساسي في فريق وجابوا بديل ليها. ده ديلوجنز بقى، انت ديلولو. حسام مستحيل انا راجل محترم. انتيكا مستحيل. كنت الطرف الاكثر حماسه. ما بحبش بقى المصطلحات دي بقى. تم يعني استبدالي إيه؟ والطرف الاكثر حماسه يعني ايه الطرف الاكثر حماسه؟ يعني مصطلح كلبوبي كده اللي هو بيتقال لما يبقى في حد بيحب حد من طرف واحد مثلا، او حد مش بيبادلك نفس المشاعر. اه فيقول لك انا الطرف الاكثر حماسه، وهو مغفل عادي. ده مش الاكثر حماسه على حاجه، هو الاكثر عبطا مثلا. انا لحد دلوقتي مش فاهم احنا بنتفرج على حسام وانتيكا. حسام ويارا ليه؟ عشان نعرف ايه اللي حصل. ماشي بس انت قلت احنا بنتفرج على ناس احنا عايزين نبقى زيهم. ايوه ما احنا خدنا عرفنا دلوقتي لما نحب نتطلع نعمل ايه. ليه بتفول؟ مش هبطل اغير شكل شعري. دي حاجات مكتئبين بقى دي. البنات بتغلون شعرها والرجاله بتاكل سلطه. الولاد ما بتاكلش سلطه. انت هتنزل الولاد بتاكل سلطه ما بتفركش؟ على طول باكل او ما بفركش. الو عايز اوردر سلطه. ما بتروحش كده اللي هو تجيب فرايد تشيكن سلطه واشرب عصير برتقال. بروح البار اشرب عصير برتقال. الرجاله ما بتتوجعش في الاول، الرجاله بتتوجع بعدين. صح ده حقيقي. البنت هي بتتوجع في الاول بعد كده بتبقى عادي. بعد كده بتبقى عادي، بعد كده ترجعوا بقى ندمانين بقى. صح انا غلطان. انا اسف وحشتيني. تبقى هي بقى خلاص بقى قصت شعرها وغيرته 10 الوان ونزلت جيم ورجعت. بالظبط بنعمل كده عشان نحس ان احنا مختلفين، شكلنا اتغير. آه. ان احنا شخصيات مختلفه يعني. ده بيبقى تريك للعالم بس بجد ناجحه. طب معلومه كويسه ان انا عرفتها يعني. معلومه كويسه. معلومه كويسه. انت منين؟ من الشرقيه. معلومه كويسه. طب ليه الرجاله بتنزل الجيم؟
عشان يفرم فيجيب بنات تانية. قلت ليه حسيتي ان هو يفتح شبكة كيونت يفرم ويجيب بنات تانية ويجيبوا شجرة كبيرة؟ انت ما سمعتش دكتور مكاوي ولا؟ ايوه. البنات بالنسبة له سكور، عشان تكلم واحدة لازم تكلم 100 واحدة. عشان تبقى 50 هيردوا 50 لا، تقول لل 50 اللي هيردوا عايزين ننزل، 30 هينزلوا و20 لا. عايزين نعمل مسابقة الرفض دي، 30 يوم رفض. كل يوم نكلم مطعم نقول له عايزين ناكل ببلاش. لا. لا لازم تتدرب على لا. ممكن نرجع بقى بورا شويه. بورا؟ بورا شويه. ليه ورا؟ نرجع لورا. نشوف لما كانوا مبسوطين. انت ورا مش موجوده كنت بتعمل ايه؟ كنت بتكلم كده ولا بتقدت بتقط في الايديت؟ بقط. نشوف بقى لما كانوا مبسوطين، لما كانوا هو انا بتكلم كده. نشوفهم باجي لما كانوا مبسوطين. صوتك عالي واخد بالك؟ ايوه. انت الشاي انتوا شايفينه ده حقيقي. حسام بيعمل برنامج وبقاله كتير قوي بيحضر له وبيشتري له حاجات كتير قوي، والنهارده قرر ياخدني معاه وهو بيشتري تقريبا اللمسات الاخيره للبرنامج. بجد بجد حسام برضه من حياتي السيجنتشر قوي في حسام ويارا، ان هما بياكلوا بعض. ايه رايك في الحوار ده؟ ممكن نعمله وجيب بيحط لها كاتشب وبتاع. كرنج قوي شخصيتنا يعني. صح خلاص فاكس الحوار ده. شغف فعلا بتعملها باتقان وبحب. صراحه جوزي شخص طموح قوي، بتحسي ممكن اي حد يجي ينتش الموبايل من ايديها اي مكنه معديه، فاهمه؟ شكلي محظوظه بيه فعلا، لطيف وحبوب. انا شخص طموح ولذيذ وحبوب. جوزي خدشيبي شخص طموح جدا ولذيذ وحبوب، بيحط حاجه في دماغه بيوصل لها ودمك خفيف. كملي كملي. بس تقل يعني بعد ما اتشرت دلوقتي يعني. طب دلوقتي بضحك دلوقتي حاسه بترجع شويه. بس انا خايفه الصراحه حوار ان احنا اتخطبنا ده يتقل دمك. طيب عشان انت بتعمل كوميديا عشان انت مكتئب. دلوقتي انت مش مكتئب، زي ما كان اكد عليك عادي. ماشي لو لقيتيني كده مجلي اللي مجلي كده ودمك تقيل انكد عليك بهدل الدنيا وبعدين نتصالح وهكذا. عامه ايوه اي حد مبسوط او نفسيا تمام يعني، اي حد بيتعالج نفسيا ما بيبقاش بيضحك. اي حد بيبقى معاه فلوس ما بيبقاش بيضحك. معرفش ليه. شفت الفيديو بتاع سميح ساويرس لما كان بيقول الوحيد اللي فينا مش ما عندوش طياره؟ مش عاد اللي ما عندوش طياره ده عاررنا. والله ضحكني. الرز بلبن كان علاج للمعده في الدوله العثمانيه. الرز بلبن؟ الرز بلبن حسام ويايا. ووصل لحد مصر وهو كان بس رز بلبن، لكن المصريين عندنا طوروه وعملوا حاجات شبهه كتير. عملوا منه مهلبيه ومعالي وعملوا منه. انت حسام انتيكا بيعمل الدحيح. انا مش فاهم. بلبن؟ بلبن بقى عمل اصناف كتير. يا عم وتيلي كريتيف. كريتيف ازبكايزي كامبينز. ركز بقى لما اعمل اعلان عن شوكولاته مثلا. الشوكولاته تم اختراعها في سنه 1980. اي والله خطفني. هنزل اجيب لبن دلوقتي حالا. عايز بلبن. عايز اشطب. ايوه وانا كمان. انا ويارا خارجين عادي يارا بدون اي سبب. لا شيء يعجبني اريد ان ابدو. سعدت بك يا عم. فهماها والله. بس بضحك على الليب سينكينج. عامل ليب سينكينج على بس انا والله فاهمه. انا كده انا كده كتير. تفتكري في حد ممكن يسف علينا زي ما احنا بنسف على الناس كده؟ طبعا لازم يعني. احنا ماتيريال. احنا الناس سفت علينا اصلا في الخطوبه، كنا ماسكين ايد بعض غلط. انا محتاجه احكي لكم القصه عشان تعرفوا ان الصوره مش واضحه دايما. انا كنت متوتره قوي واحنا نازلين فوقعت عصير على بدله خالد، فانا كنت عايزه اغطيها فانا مش عارفه اعمل ايه. كانت ازاي؟ مش عارف. انت اللي كنت مانجشني. انت انت كنت مغطيه الحته دي كلها كده. بحاول اغطي لك الحته دي. بنت ان انا اللي مانجشني. كان احنا لما عملنا كده حسيت ان في حاجه غلط، حسيت ان انا فجاه بقيت الست في العلاقه. ان انت اللي ماسكاني ونازله بيا. بعدين كنت عايز اوقفك واقول لك في حاجه غلط. خلاص بقى فجاه الناس كلها بتسقف، يلا يلا نجري، يلا ناخدها جري. الناس كلها عماله تقول الناس كلها بتقول العكس هاجي العكس سوري. بس والله انا كنت بحاول قلت لك العصير. عامة فير انف ان الناس تسف علينا يعني. لا لا احنا ماتيريال. لما لا انا سفيت على كل انواع سفيت على الناس كلها يعني. خش بقى على ماي فيفورت كابل ياسر وايه. تعرفي ناس تقول انا شبه ايه؟ هل انا حلو كده؟ والله يا قمر ما شاء الله عليك. دول ماي فيفورت كابل بجد. انا كمان. بس انا عندي سؤال، تفتكرهم بجد كده في الحقيقه؟ عمري شفتهم مع بعض. بس ياسر حقيقي يعني شخصيته كده، هو شاب ديسنت بجد لذيذ حلو كده. مش هنتصدم يعني. ما انا ما شفتهمش مع بعض. بس هو حقيقي قوي يعني، هو دي شخصيته، هو شخص كده فعلا ديسنت محترم. طب تفتكر مثلا فاعتقد ان العلاقه حقيقيه. لما بيصحوا يعني الصبح مثلا هم متخانقين، هيعملوا كونت، هم بيعملوا كونت كل يوم، ما بيتخانقوش؟ اكيد بيتخانقوا. ما تحسدوش؟ اكيد حسد. اكيد حسد. طب بيرقوا نفسهم او حاجه؟
مش عارف محتاجين نكلمهم بقى. ما شاء الله عليهم. مين دول اللي يبقوا اصحابنا بقى في الفتره الجايه بقى؟ ياسر وايه وفراس وكنزي بريم وبربري. محتاجين نعمل شله كده. نعمل شله كابلز. شله كابلز ونشوفهم بقى. ننسى بقى اياد وبرجو. ننسى بقى العالم بقى. دي الشله بتاع زمان. انت مفضل عشان زي ما قلت في يوم جديد مع استاذ ثاني. اتعرض علينا 1,000,000 جنيه عشان حد ياخد توتي ولكن رفضنا عشان زي ابني. تعرض عليهم 1,000,000 جنيه عشان حد ياخد توتي. والله العظيم لو عرضوا عليا مال الدنيا اسيب بافي ولونا ما يحصل. انا لو اتعرض عليا 1,000,000 جنيه ممكن اعمل القطه دي شوربه واكلها. 1,000,000 جنيه؟ لا فكري فيها يا ايه ده 1,000,000 جنيه ايه؟ لا طبعا روح. ايه ده انت بتقول ايه؟ خلاص مش هاكلها سالوب. نو انيملز ار هيرت ان ذيس فيديو. كل ده عشان 1,000,000 جنيه؟ طب 2,000,000؟ لا 50,000؟ لا. النهاردة هنتكلم معاكم شوية عن شوية حقائق وفاكتس اتعلمناها عن توتي. وأول حاجة إن أستاذ توتي كان عنده فطريات. ده أول ما جالنا يعني مش عملنا فيه كده بس نبقى واضحين. كانت بتوقع له الشعر اللي في قفاه هنا بس عشان ده ابننا عشان بنحبه فعليه عشان كده يا جماعة عشان 1,000,000 جنيه بجد؟ لا 10,000,000 ممكن. مش اقل من 10,000,000 يعني. حاجه لاحظتها في ياسر وايه عامه في اللي لاحظتها في اي كابل كونتنت انت كل فتره لازم تلاقي حدث مهم في حياتك بيحصل اللي هو بتبتدي بمتصاحبين عادي بعد كده بروبوزل بعد كده فيديو خطوبه بعد كده فيديو فرح. فرح ده بقى بيبيك اي كابل كونتنت ده بقى اللي هو اكتر ريتش بيجيبوه في حياته. وبعد كده الدنيا ايه تبتدي تقل. تبتدي تعلى تاني امتى بقى؟ متخلف. لما تخلف ياسر وايه بقى بيحاولوا يطولوا في البروسس دي بقدر الامكان. لو احنا عملنا خطوبه لا مش هنتجوز بقى كده احنا هنجهز الشقه بقى جايزه في فيديو واحد. لا سلسله بقى تجهيز. تعرف ان انا كنت بجد كان ما جبت بلاجر اقعد اشوف بيعملوا ايه في البيت بجد. عارف اللي هي الفيديوهات بتاعت ليتل جون والجالفنايز ستيل. انا اوبسست بالحاجات. فانا كان هم بالنسبه لي ليتل جون بيعملوا البيت واستخدمنا السبيس ده ازاي وجبنا ده منين. هم هنا بقى انا فاهم هم بيعملوا ايه. هم بيبعدوا شويه خطوه الخلف. لا لا احنا مش هنخلف. احنا هنجيب قطه الاول نعمل عنه سلسله. هنعمل كده عمال. احنا هنجيب قطه 2 و3. لا مش قط كلاب. وهنعمل برضو سلسله تشطيب شقه صح ولا فاكس؟ نشوف ساعتها يعني على حسب. وفي برضو ناس بت ايه تعمل كذا حفله زي مثلا حسام انتيكا. استيكا مهل حسام استيكا عمل بروبوزال بارتي مش عارف جواز ولسه في فرح يعني كل ده لسه ما عملش فرح. زي محمد فراج مثلا. فراج لحد دلوقتي اتجوز 10 مرات. مين محمد فراج؟ ممثل. محمد فراج. انا ما اعرفش اتلخبطت ما بينه وبين محمد فراج. كل شهرين كده بنعمل فرح جديد ماشي بيحبوا. انا متى فرحنا هيبقى 3 ايام. 3 ايام هي رحله للسخنه. كله عشان 3 ايام 4 ليالي شامله الاقامه وفوتوغرافر وفيديوغرافر. حاليا بقى عنده فان بيز رهيبه يعني بتسال عليه في الشارع تقريبا بمعدل يومي. بيحبني كل حاجه. انا مش بقول حاجه صراحه بس هو بيحبها اكتر بصراحه. يا جماعه قالوا لنا بس قاعدين قاعده دافيه كده بلانكت والالوان حلوه وراهم ولابسين بيجامات حلوه. خدي نوتس بقى خدي نوتس. انا بجد انا انت عارف مره كان اسال سؤال هو انت ليه بتتكلمي كده؟ عارف مره كلمي عادي هو ازاي يعني كلمي عادي يعني ما اتريتش عليك ان انت معلش بقى ثانيه واحده. ازيكم اهلا بكم في حلقه جديده من وضعها. شو بيقول بتقول الجمله في 5 دقايق يعني بتصفر علي. حاسس ان انا I bought my own poison. هو قاعد بيتفرج عليا وانا بعمل العشاء بتاعي. بوز صعب جدا. حاجه ممتعه في الحياه مع العلم ان هو لسه واقف. ايه ده؟ تخيل بتصور فيديو عامل كده. يعني ظهره تلاقيه وجعه. ظهره تلاوي. جلوزي. طب ايه احنا هنفضل نقول يا خلاص يا حلاوته وبتاع. ما انت جايب لي كابلز حلوين. عايزين نسف. ايه ما بيعملوش حاجه كرنج؟ مفيش حاجه كرنج هنا؟ انا مش من البيت. وده معناه حاجه واحده بس ان انا وتوتي معانا وقت. مع بعض. بس التوتي ده طول ما في الفيديوهات مش هنعرف نسيف. مش هنعرف. انا شخصيا مش عارف. تعالي نجيب حاجه قبل توتي. شكله كرنج بقى. انا 9 شهور متجوزين مش هنجيب قطه. بحب القطط بس انا عندي حساسيه. عادي في دواء للحساسيه. تصحى من النوم على القط في البيت. عامه فاهمه يعني فاهمه حاسس بيه. انا برضو كنت بكره الكلاب قوي ما اعرفش ايه اللي حصل يعني. انا في حاجه نسيناها. هنعمل براند؟ هنعمل براند بس هنعمل كل الحاجات اللي اتعملت في الدنيا. يلا بقى اي حاجه يعني دي حاجه يسرقوا ايه يعملوها ولا مطعم. تعالى نعمل مطعم نبيع جوه تيشيرتات. صح. This is Bob. Bob loves his personal space. This is Larry. Larry also loves Bob's personal space. كيوت كيوت. مش عارف يا ابني اغلط اعمل حاجه. حط لها كاتشب ولا فركشه ولا اعملوا اي حاجه. لا احلى بعض بالكلام اعملوا اي حاجه. طب شوف لنا كابل مش لذيذ. ريم وجمبري. تيشيرت لسه ما عملش مفعول. لسه دمك تقيل برضو. دمك تقيل برضو حتى بعد ما لبست التيشيرت.
ايه رايك نبقى فيتنس كابل؟ صعب مرهقه قوي صح؟ صعب متعبه ممكن ابقى فود لذيذ بس دي يعني دي صحيه اكتر يومي في الجيم اكل الدايت يعني لا. الجيم ممكن اتقبلها بس اكل الدايت انا متعب قوي اكل الدايت ده برضه مش حاجه ملهاش طعم كده ايوه ما في يوم فري يا صوص كل يوم ماشي. يكون فيه فاكس خلاص 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 كدا. خلاص قفلتيني من الفكره فرايد تشيكن عليها رق جبنه عليها رق طماطم وفرايز عليها جبنه تريد تكلمي كده عليها جبنه بحبها فرايز كده عليها جبنه تكلمي زي عدنان النهارده احنا عند الست الطيبه اللي بتعمل فرايز صدقني عمره ما هيروح ياكل فرايز انا هاكل بطاطس من السيده زينب مثلا بابالي انت عارف انت بقالك قد ايه بتلعب خمس ساعات مثلا طيب جاي منك نبقى قابل جيمينج جيمينج بقى ديسكورد فيفا ما بعرفش رول بلوكس ايه ده ما بعرفش انا اخري كده اللي هو على الموبايل كده عندي كراش عندي مزرعه لا انا عندي مزرعه عندك مزرعه كان عندي كراش انا عندي مزرعه بحالها انا عندي مزرعه وشغاله كويس قوي شايف الدبانه اللي في ايدي مفيش دبانه في ايدك ماشي دي دبانه في ايدي ماشي ماشي هتعمل ثلاثة باك فيف ستوات اوكي واحد اثنين ثلاثة ماذا يمسك الجاكيت بتاعها عشان تحرك الجاكيت مع الجاكيت بتاعها عشان تحرك ماشي هتعمل دلوقتي اثنين باك فيفس ماشي ماشي واحد اثنين يمسك التي شيرت عشان تحرك اكثر واحد تضحك عليه تضحك ان في دبانة لابسة تي شيرت وجاكيت ده بيضحك ازاي يعني يعني ده شيء بيضحك ازاي؟ تخيلتها كده دبانه مدربه ايه اللي بيضحك؟ لابسه كوتشي اير جوردنز ايه اللي بيضحك؟ دمها كتير برضه بتشوف شايف الدبانه؟ مفيش دبانه يا ريم ماشي اشرب ليه ماسك الجاكيت والتيشيرت بتاعها؟ لا لو ده كوبل كونتنت انا مش عارف الواحد مش هيعمل كل حاجه يعني مش هيبقى جسمه حلو ودمه خفيف وجيمر في راجل عجوز ماشي معاه اولاده الاثنين واحد اعمى وما بيسمعش اما بدي بس انا عمر اشوف ريم هي اللي بتقول فزوره البربري دايما تبقى العكس فده كاركتر ديفلوبمنت حلو لريم بس هي كسبت اي كيو زياده والتاني ما بيتكلمش الراجل مات اللي ما بيتكلمش دفنه وعايز يقول لاخوه ان هو مات هيقوله ازاي اللي ما بيسمعش وما بيشوفش ما يعرفش ان ابوه مات لا ايه الموقف الوحش ده هيخلي امه تقول له لا هما بس هما التلاتة بس اللي في الصحراء واحد ما بيشوفش وما بيسمعش مش هيفرق معاه ابوه مات لا اصلا في حل ليها اكيد بيكتب على جسمه يعني. ممكن يكتب على جسمه يحس ما بيسمعش وما بيشوفش فهو يعني ده بالنسبه لي الحل الواقعي ابوك مات هيكتب له بالرمله هيمسك ايده ويكتب له بالحروف كده ابوك مات ماشي ما بيشوفش ريم انت جبتي لي حاجه ملهاش حل يا ريم انا سبتي يعني كل الحلول اللي بقولها لك بتقولي لا يعني ايه يعني ايه العيل الحوار ده ايه الهبل ده انا حاسس ان ريم هتقولي كده يا باشا لا ليها حل ريم حل منطقي ولا حل منطقي. ولا حل ثانيه واحده بس حل من اللي هم الروشين الابتدائي دول ها ايه بقى الحل؟ لا يعني ايه معرفش بجد ما تعرفيش؟ يا ريم بقى يا ريم بقى ممكن نتفرج على مقالب عملت مقالب في جوزي ارحم صح؟ عارف اللي هي الفيديوهات دي اللي هو بيقعد مثلا يحمسك ان في حاجه هتحصل فما تحصلش لو عربيه تخبط في عمود كده وبعد كده ما تخبطش كل شويه تعيد من الاول حاساك انت ممكن تعمل كونتنت ده معايا انا عامه لو مكان ريم هتبسط حد سهل وبسيط قوي اوكي ماشي مش سؤال ذكاء ولا اي حاجه أوكي. يعني بس اعملي زي ما بقول ماشي ها ماشي اعملي كده وحطي عاده ريم مركزش اعملي كده وحطي على دقنك كده يعني؟ لا يا الله انا فهمتها انا فهمتهاش اعملي كده وحطي على دقنك يا ريم يا ريم يا ساجي يا ساجي انا هبقى بربري عم مش حاسس ان انا هبقى بربري بجد حاسس ان انا هبقى بربري طب نشوف مين اللي هيحل الفازوره اللي مضرب تنس وكره تنس الاثنين على بعض ب 110 جنيه مضرب التنس اغلى من كره التنس ب 100 جنيه يبقى كره التنس بكام ب 10 جنيه ده انا وانت نبقى ريم عادي تخرج من الاقتصاد الاثنين مع بعض ب 110 مضرب التنس اغلى من كره التنس ب 100 جنيه انا معايا ورقه وقلم هعملها كوره هقول لك الكوره بكام دلوقتي الاثنين على بعض بكام 110 انا عرفت الحل ماشي انا عرفت برضه خمسه
كرة ببلاش. لا 5 جنيه قسمها كده، ما ينفعش ان الكوره تبقى ب10 ثانيه ثانيه منها ب90 جنيه. 5 يعني لما تبقى ب5 دي 105 يبقى اغلى منها ب100 جنيه. كوره ب5 تعرف انا حسبتها ازاي؟ عملت ان الكوره اكس والمضرب 100 بلس اكس فتجيب ال100 ناقص يبقى لك 10 تقسمه على الاثنين. اما اصلا دلوقتي قاعده في اوضه فيها 3 اشخاص، واحد ما بيسمعش، واحد ما بيشوفش، واحد ايه ما بيكلمش. جرس الباب رن، مين يقوم يرد؟ اللي ما بيشوفش سمع كده يقول اللي ما بيسمعش يقوم ايه بيسمعش. هو اللي ما بيشوفش ولا يروح يقدر يسمع ويرد. بيقدر يروح الباب عادي يعني، ممكن ما يعرفش يروح الباب، ممكن، بس ده انسب واحد يعني. وممكن اللي ما بيتكلمش برضه يفتح بابه بالظبط بس مش هيرد. نقولها تاني مره كمان. طيب ما فيها تريك، انت قاعده في اوضه فيها 3 اشخاص. ثانيه احنا انا قال انت احنا انا موجوده. ايوه انا صح. اثنين زيت من نيمو بربري. كنسل عصبي بوزي. صعبين. لا عصبي بوزي. علي بقى نخش ايه، ننزل تحت شويه. تحت فين؟ عبد الله التركي واسمها ايه التانية دي؟ انا مش فاكر اسمها. مين عبد الله التركي؟ عبد الله التركي ده اللي هو بتاع لما كان بيرقص مهرجان كده. ده عمر زبوكي وعلي قصر. عامة قشطة، ممكن نعمل رقصاتي. مهاب شادي. نيجي مهاب شادي. مهاب شادي يعلمنا. يعلمنا نعمل حاجات كده ونطلع نذيع. ممكن عمر زبوكي برضو يعلمنا كم حاجة على عفروتو ونودي. انا عايزك بقى تقعد كده لما اجيب جول كل شويه. ما عمل كده. لا كل شويه كده، كل شويه كده انت قاعد يا ساجي يا وتقعد تغني لي كده. ده عامل كده وتكتب لي عوض ربنا عن كل حاجه. عامه انا ما عنديش مانع هقرف منك. ايه ده؟ ايه يا نهار اسود. لا يعني ايه اصلا؟ لا يعني دي كاتبه له كومنت والله سكر. ده بابليك؟ واو بيقول لها 65 اهم قبل الجواز بيعزموا على بعض عشان كيوت كده. بعد الجواز طبعا هيقطع هدوم بعض. مش محتاجين نشوف الفيديو صح؟ عادي ممكن نسكيب يعني. ماشي. البنات كلها في كفه والبنت اللي اسمها هايدي في كفه. مهما اشوف بنات مش عارف اشوف غيرها. دي ست الكل. بصي هايدي بنار. اقول ايه دلوقتي؟ اخيرا لقينا كابل كرينج بندور عليهم بقالنا ساعه. هتعمل كده؟ اقعد اكلم الكاميرا كده اللي هو واغني والبنات كلهم في كفه والبنت اللي اسمها ساجي في كفه. عايزك اللي هو وتغني اغنيه. لا مش احسن. بقول لكم ايه، جيت ريدي وذ مي. يعني انا نفسي اعمل بقى الحاجات دي، جيت ريدي وذ مي بقى بجد. الراب ما مش قادره. صح، نفسك تلبسي عادي. متعب لسه ميكس وماستر وكليب وحواراته ومخانقاته وانتاجه وفين الفيديو وفين المش عارف ايه. وبقالي سنه انا عايز البس وانزل بالظبط واقول وسكين كير روتين بتاعي وكده. باش بدايه مميز، فعشان كده عندي فرحين وكل مناسبه في بلد شكل اسكندريه. طيب مش مهتمين. ايه ده، ده في حد ورا انا كنت واخده بالي. ده المداح يعني. مداح اسمه. لا مش شايفانا هناك. انت عارف ان عبد الله التركي عمل براند لبس برضو؟ بس كان سرق ديزاينات. هو ده انت وبايجر. لا عملنا براند. احنا جينا يا مامي. اتاخرتوا ليه؟ ده انا عملت لكم الاكل. لا احنا جبنا مزوكا. ممكن نعمل بقى كامبينز بس مش تبقى بالغباء ده يعني. بصوا ماسكين بتاع ازاي، بصوا ماسكه ازاي. اللي هو مش زي حسام انتيك كان ذكي. حسام انتيك كان كريتيف. اول فرع في بازوكا اتاسس عام 1700. اول فرايد تشيكن. انت كل ده عشان تاكله. بازوكا بقى نروح ناكل في بازوكا وبلبن. لا بلبن ما بحبش بصراحه. ماليش ما كيش بازوكا ولا حتى عشان هايدي. ماشي. مين هايدي؟ تعرف ان هم فتحوا كافيه بجد. هو عامه لازم نعمل حاجه يعني. احنا لازم نعمل بزنس. ايوه لازم نعمل بزنس. هنتجوز ازاي؟ هنشطب ازاي؟
لكل عزوتي واهلي وقرايبي وصحابي وكل اللي بيحبوني وبحبهم، ما تشيلوش هم بعد كده. مش عارفين تقعدوا فين، عايزين كافيه حلو، عايزين اكل حلو، عايزين مشروبات حلو، عايزين تسهروا وتقعدوا قعده حلوه مع صحابكم. دومينوز. كان نفسي اروح والله، بس بعد اللي عملته ده غيرت رايي. لا مستحيل يعني. عارف كافي الشاذلي احسن من ده 100 مره. احنا رحنا كافي الشاذلي، تجربه رائعه بصراحه. لا بسطت جدا. طلته اصلا، تحس ان انا في نجم كده. لا وخدمه ممتازه، اكل ممتاز، كانوا عاملين حفله. يبين مغني قاعد يغني 10 ساعات نون ستوب. لا لا كانت فن. ننصح بكافي الشاذلي، حفلات تلات وجمعه. هسيب العنوان تحت. عايزين وجبه ببلاش. ماشي، احنا هنفكس دومينو كده كده. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. كفايه كده كابلز، لمينا نوتس حلوه، ان احنا لمينا نوتس كويسه. ممكن نبتكر برضو شويه يعني، احنا نبتكر. ممكن نفتح مثلا بيزنس، بس حاجه مختلفه. نعمل عربيه ايس كريم مثلا، نعمل براند شرابات، مش لازم هودي. ممكن ما نجيبش حيوانات، قطط وكلاب، نجيب مثلا لا تعبان. لا 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 لا، نجيب تعبان. لا فاكس لزقت، مش كمل. مش عايز اكمل، كفايه قبل كونتنت كده، ما فيش حاجه فتحت نفسي. كل واحد الكونتنت بتاعه لوحده. انت رجع، انت كملي اغاني بقى وانا اكمل. انا كده ماشي يا جماعه، خلاص زهق مني. تمام. رجعت التيشيرت، هلا رجعت الديسكتوب. يلا قضيت رساله. ايه بقى بالظبط؟ يلا شكرا، توكل على الله. مع السلامه. ما تنسوش يا جماعه تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتسيبوا لي كومنت. واشوفكم في فيديو تاني جديد قريب. وايه، باي باي. Oh,